شبكة شام ثائر الديري. أخي ثائر، السلام عليكم، مساءكم حرية. وبركاته، ومساء النصر والحرية لك وللسادة المشاهدين. يا رب لنا ولكم. لا يزال محيط مطار دير الزور العسكري يشهد اشتباكات ما بين أحرارنا. آخر التطورات العسكرية في المطار وفي دير الزور. نعم أخي، كما تعودنا في كل صباح يتجدد القصف على أحياء المدينة. يستعمل النظام الأسلحة الثقيلة وراجمات الصواريخ وصواريخ الأرض أرض، كما تقوم طائرات الميج ثائر، حيث قامت قوات النظام اليوم بقصف مكثف على أحياء المدينة. استعملت المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ وقذائف في الهاون، حيث قامت قوات النظام اليوم بقصف كل من حي الجبيلة وحي الموظفين وحي الرشدية وحي الحويقة من الجهة الغربية للمدينة. أيضا قامت قوات النظام بقصف كل من حي المطار القديم وحي الصناعة وحي الرصافة وحي العمال من الجهة الشرقية للمدينة. أيضا وسط المدينة لم يسلم من قصف قوات النظام حي الشيخ ياسين وحي الحميدية وحي العرضي. طبعا أثر ذلك ثائر قوات النظام البارحة بمحاولة التسلل إلى حي الجبيلة وحي الموظفين، لكن الجيش الحر كان يقظا استطاع صد هذه الحملة والحاق خسائر في صفوف قوات النظام. أيضا جرت اشتباكات عنيفة في كل من حي الصناعة وحي الصافة وحي العمال في محاولة يائسة لقوات النظام السيطرة على هذه الأحياء، حيث استطاع الجيش الحر تكبيدهم خسائر بالأرواح والمعدات. طبعا بالنسبة لمطار دير الزور العسكري، يستمر حصار مطار دير الزور العسكري، لكن الجيش الحر يتقدم ببطء بسبب نقص الذخيرة. أشكرك شكرا جزيلا ثائر الديري. للأسف فقدنا اتصالنا مع أخينا ثائر الديري. ثائر كان يحدثنا عن مدينة دير الزور ويطلعنا على آخر التفاصيل.